أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل وإصابة عدد من عناصر قصد بهجوم لمقاتلي العشائر استهدف نقطة عسكرية في بلدة سويسا بريف دير الزور الشرقي. وزارة التجارة الداخلية لدى سلطة الأسد ترفع سعر البنزين أوكتاي 90 إلى 10,000 بعدما كان 9,500 ليرة، والمازوت الحر من 10,895 إلى 11,675 ليرة، وسعر طن الغاز السائل بمليون وسبع واثنين وتسعين ألف ليرة. إصابة مدني بحروق طفيفة وإصابة طفلته الرضيعة بحالة ضيق تنفس جراء انفجار مدفأة الفحم داخل مسكنهم في مخيم حيفا الكرمل في جبل كلي شمال إدلب. مقتل عنصر من الجيش الوطني السوري وإصابة آخر أثناء صد محاولة تسلل لقسد على محور قرية الجطل بالقرب من مدينة جرابلس شرق حلب وفق مراسل حلب اليوم. سفينة لمنظمة هيومانتي وان ترسو على ميناء تارانتو الإيطالي وعلى متنها 126 لاجئا سوريا من بينهم 30 قاصرا معظمهم غير مصحوبين بذويهم، وتم نقلهم إلى مراكز استقبال أولية بعد تحديد هوياتهم والفحوصات الصحية. محافظ السويداء لدى سلطة الأسد يصدر قرارا بفصل مدرس على خلفية مشاركته في المظاهرات التي تطالب بإسقاط سلطة الأسد في السويداء.